مواقع عدة كانت ضمن جولة وزير الزراعة في محافظة حماة، أبرزها قناة الري الوسطى. الوزير قطنة أكد أنه سيتم تأمين المحروقات والبذار والأسمدة اللازمة للمزارعين. أما فيما يتعلق بوجود الفنيين الزراعيين، بيّن قطنة أن جميع الوحدات الإرشادية وجدت لخدمة المزارع، وهذا صميم عملهم. هدفنا من هذه الجولة هو الاطلاع على واقع زراعة القمح، الشوندر السكري وباقي المحاصيل الزراعية في هذه المنطقة الغنية، منطقة الغاب، وفي محافظة حماة. تعتبر محافظة حماة من المحافظات الهامة في زراعة كافة أنواع المحاصيل. كامل مستلزمات الإنتاج تم توزيعها في موعدها المناسب من بذار وسماد ومحروقات، وكان هناك توازن في توفير المحروقات لكافة الأخوة الفلاحين. سيتم تأمين المحروقات للسقاية في حال الحاجة إن شاء الله، وطبعاً خطة زراعة القمح الحمد لله تجاوزت 100%، أصبحت 109% بالنسبة للقمح، والشوندر نسبة زراعته أصبحت لا بأس فيها. خططنا لزراعة 47800 هكتار من القمح، زرعنا 51800 بزيادة حوالي 9% عن المساحة المخططة لهذا العام، نظراً لاحتياجات القطر من هذه المادة. إن مشكلة الشوندر زرعت منه كمية في الشهر الأول مساحات في الشهر الأول، والمساحة ما دعموها، لا أعطوها أسمدة ولا أعطوها أي شيء. وزير الزراعة التقى عددا من مزارعي الشوندر السكري واستمع إلى مشكلاتهم، واعدا بأن يتم حل كل ما يعترض عملية الإنتاج، على أن يتم الالتزام بمواعيد البذار حسب روزنامة الموسم الزراعي. عدد كبير من الأشجار تم قطعها، هو موقع حراجي موجود بدير شميل، وهذا الموقع مهم سياحي، لكن للأسف دائما أعضاء الوطن بيستهدفوا هذه الطبيعة يلي ربنا أوجد لنا إياها، وبنفس الوقت هي جهود من قبل دوائر الحراج يلي حرجت هذا الموقع يلي عمره أكثر من 40-50 سنة، وهو كان موقع مهم وما زال موقع مهم، وسنعمل على إعادة تحريجه فورا. مازوت شو بدي يعني شو بدي يكفي مازوت؟ قلت أربعه ما نشتريه حر المازوت. كان أولي 50 كيلو، هلا عم يعطونا 15 كيلو 10 شو اسمه هذا 26 و50 وريال. شو بده يجي لهدول من حنطه؟ بدكن انتاج حنطه، وبده 15 دلم 15 كيلو لهدول من حنطه زراعه، شو بده ينتج هذا؟ البدار تاخروا لنا فيه كثير، اعطونا اول مره مازوت ما عاد اعطونا، كميه الاسمده خفيفه كثير، اعطونا 15 كيلو على الدلو. وفي ختام الجولة وجه الوزير قطنة بوضع نقطة حراسة لحماية غابة دير شميل التي تعرضت لقطع الأشجار الجائر، إضافة لتأسيس مخفر حراجي مستقل.